زي ما تابعنا في حلقه النهارده مجموعه من الجامعات التكنولوجيه المصريه سلطنا عليها الضوء وعرفنا ازاي الدوله المصريه متمثله في قطاع التعليم العالي هتؤهل كادر شباب يكون نواه لتوطين الصناعه المصريه في المستقبل وده من خلال نوافذ علميه كتير زي هندسه السيارات، هندسه الطاقه الجديده والمتجدده، تكنولوجيا السكه الحديديه، صناعه الاطراف الصناعيه وغيرها من التخصصات. عشان كده عايزين نسال ايه المسارات اللي هيمشي عليها الطالب في هذه الجامعات بعد تخرجه؟ ازاي اصلا هيدخل هذه الجامعات؟ هيشتغل ازاي؟ هيشتغل فين؟ اجابات وافيه هنتعرف عليها دلوقتي مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور احمد الصباغ الامين العام للجنه القطاع التكنولوجي بالمجلس الاعلى للجامعات اللي منورنا صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. في البدايه احنا ليه انشانا جامعات تكنولوجيه؟ الحقيقه الجامعات التكنولوجيه يعني انشات وفقا لمسح واضح جدا لاحتياجات الدوله يعني بس يعني من خلال رؤيه 2030 لا فقط حتى الوضع الاني أه. مصر لما بتراجع الاحصائيات اللي جايه من الجهاز المركزي او التعبئه العامه انا اسف بتلاقي ان بالرغم من وجود قد يكون نسب بطاله وخريجي من التعليم العالي بجامعاته المعتاده بالاقسام المعتاده والبرامج الطبيعيه ولكن ما زالت مصر في حاجه الى كوادر وبتيجي من بره من دول تانية كثير جدا معنى كده ان في نقص في مجالات معينه وما فيش شباب يقدر يملا هذه الفجوه الموجوده اما يعني لاحظت لقينا ان دي وظائف تخصصيه ما يعني الجامعات العاديه بشكلها التقليدي ما انشاتش او مش مجهزه لسه لملء هذا الفراغ فالجامعات التكنولوجيه دي انشئت لملء هذا الفراغ وحتى كلمه تكنولوجيه دي لبرضه يعني لها فايدة معينة يعني هي مش بس زي ما أنا لاحظت من التقارير واللقاءات السابقة التركيز مش فقط بس على السيارات والغزل والنسيج اللي هي أكنها مطابقة للهندسة لا ده من أول أعمال التطوير لهذا القطاع أنه هو تم فصله عن لجنة القطاع الهندسي من عدة سنوات وأصبح ليه لجنة قطاع يرقصها دكتور أحمد الحيوي ظهر في البرنامج من شوية فده فهم للدوله ان ده قطاع واضح وببقى سعيد جدا وانا في اللجنه دي ببقى زملائي من كليات الزراعه، زملائي من السياحه والفنادق ان هو فعلا كليات القطاع الطبي القطاع ده بيشمل بيغطي سبيكترم طيف كبير جدا من الوظائف اللي ناقصه في السوق المصري وفي العالمي. وده اللي احنا لاحظناه يعني كانت مشكله ومشكله كبيره جدا كان ان الشباب قاعدين في البيت البطاله آه. عاليه جدا السوق محتاج شباب كان آه. في فجوه كده محدش عارف يملاها وما عارف فين المشكله وحتى الناس على مواقع التواصل الاجتماعي دايما تتكلم امال الناس بتقول يا جماعه الخير عايزين ناس تشتغل وما فيش آه. ناس بتشتغل وفي نفس الوقت الشباب قاعدين لما جينا قلنا جماعات تكنولوجيه وجينا قلنا لا ده بيوفر فرص عمل حقيقيه وفي نفس الوقت للشباب ده سد الفجوه ازاي اه حضرتك يمكن اصبت الكلمه يعني احد اشهر التعريف للتعليم التكنولوجي هو التعليم العادي بتاعنا المعتاد بنسموه السبجكت دريفن كورس يعني الكورس انا بتعلم رياضه بتعلم فيزياء بتعلم كيمياء لكن التعليم التكنولوجي هو نقدر نقول كارير دريفن كورس يعني وظيفه انا عاوزة املاها الوظيفه دي ايه السكيلز ايه المهارات التي يجب انا اتعلمها وبحاول احطها في شكل منهج دراسي به كم المناسب والمطلوب الحد الادنى من يعني حد مناسب جدا من المهارات ووافي هو ده يؤدي هذه الوظيفه هذا الخريج يؤدي هذه الوظيفه عظيم دكتور احمد الطالب عشان يدخل هذه الجامعات هل بيحتاج امكانيات معينه مؤهلات معينه هو طبعا في عدة مسارات يعني سواء الثانوية العامة العادية او ما يعادلها من الثانويات الدول العربية او غيرها التعليم الفني الثلاث سنين أو الخمس سنوات مدارس تكنولوجية طيب؟ آه طبعا كل ده كل ده مسموح وطبعا بيبقى فيه اختبارات يعني بتعمل كل سنة دلوقتي التعليم التكنولوجي إن هو برضو مش عاوزين نخليها طريقة عادية تنسيق عادي واحد جاب سبعين في المية يدخل لا بيبقى فيه اختبارات قدرات برضو بتتعمل يعني في سواء في اللغه سواء في 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 التفكير النقدي في الاي تي ده, ده شرط شرط مهم جدا بالنسبه لانه لازم يدخل يضيف اه ولازم يدخل يتعلم تمام فلو هو فعلا ما عندوش اي امكانيات او قدرات بالتالي لو دخلته مثلا في قسم زي الطاقه الجديده والمتجدده طب هو هيضيف ايه صح 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 وطبعا ده ليه يعني الفكر الجامعات التكنولوجيه برضو يعني اظن مستقبلا سيؤدي الى تغيير مجتمعي للنظره المعتاده اللي ممكن تكون يعني اقل شويه للتعليم الفني لا ده احنا بنخرج راجل معاه بك بكالوريوس النقطه بقى اللي قلت لا قلت دي مهمه جدا وكان دكتور الحيو ذكرها ان في حزمه من التشريعات يعني اللي هيتخرج ده هيطلع فين مم. هل من حقه يكمل دراسات عليا ولا ما يكملش دراسات عليا ويبقى دكتور و و ويكمل في هذا الكارير هل يبقى من ليهم نقابه ولا لا الحاجات دي بتضمن ليه هويته المختلفه المشاكل اللي كنا بنشوفها في بعض الوظائف انا شغال في مستشفى مثلا وبيعمل شغال في الاطراف الصناعيه او راجل شغال على اجهزه القلب او ده يتقال له ايه؟ ما دي كانت بتبقى مشاكل موجوده الفنيين العالي المستوى في المصانع لا وده يمكن برضه شفناها في النظم الاوروبيه في النظام الالماني كل وظيفه ولها تدريب مؤهل معين هذا التدريب بينتهي بشهادة يعني معترف بها كريدي يقدر يشتغل بها ولها درجة محترمة جدا بكالوريوس زي كل بكالوريوسات المرونه والفلكسبيتي اللي موجوده في نظام الدراسه تمام. يعني يستطيع ان يدرس الطالب سنتين او أيه. يدرس اربعه تمام. او يكمل بعدها ويعمل دراسات عليا او ياخد السنتين ويروح يشتغل ويرجع تاني يكمل سنتين تاني أيه. نظام غير يعني تقليدي. مسبوق وغير تقليدي وبيتيح فرص كبيره جدا سواء نعم. للخبره العمليه سواء للطالب اللي هو يحدد مساره بالشكل اللي هو عايزه أيه. ودايما عنده نقطه رجوع يقدر يجدد ويغير في مصر. صح يعني حضرتك مظبوطة جدا في الكلام ده وده الحقيقه اللي بنشوفه في كل عالم المتقدم يعني ما فيش النظام اللي هو ان انا بدخل سنه مثلا 22 عشان اتخرج 26 او 27 بدخل من هنا وبطلع من هنا من الناحيه الثانيه لا طبيعي جدا في يعني في, في اوروبا في امريكا الطالب بيتعلم سنه سنتين بينتهي بشهاده معينه بيخرج بعد كده يشتغل تاني في سوق العمل بياخد يعني خبرات اخرى بيضيفها او بتساعده حتى في فهم مواد هو كان بيدرسها بطريقه قاضيه اما نظريه حتى اللي بيمارسها بايده يرجع تاني يشتغل فالفكر المتطور ده ممتاز جدا ده بالعكس ده حتى خلى يعني احنا نظام التعليم 2 زائد 2 اكيد زي ما حضراتكم سمعتوا ف 2 زائد 2 انا خلاص خدت شهاده طيب انا جبت مثلا تقدير او معدل تراكمي عالي خلاص عاوز اكمل كمل طب جبت لا منخفض مش هفضل اقول له عيد لحد ما توصل للليفل العالي ده لا روح اشتغل الشغل ده هيديك نقاط إضافية تعلم من مستواك تسمح ليك بعد سنة أو سنتين لما ترجع أقبلك إن أنت قادر على دخول هذا المستوى رقم ثلاثة وأربعة وتاخد البكالوريوس بتاعك مثلاً. يعني أصبح حتى في حافز إن الطالب ده يسعى للعمل يتوقف عن الدراسة الجزئية يسعى للعمل يكتسب خبرات هذه الخبرات تضيف أيوه تضيف ليه وهي ترجع تاني للدراسة. بكل تأكيد هيستفيد لأنه دخل جزء كبير عملي أيوه في وسط الدراسه فبالتاكيد الاستفاده هتكون اكبر احنا بقى لنا ثلاث سنين دلوقتي من 2019 الاقبال تمام. عامل ازاي بالنسبه للطلبه هل بدات الطلبه تفهم واولياء الامور يفهموا ان في وضع جديد وضع مختلف فلازم نفكر بدا اولياء الامور يعرضوا على اولادهم ان في لا في حاجه اسمها جامعات تكنولوجيه, تكنولوجيا. بندرس فيها كذا وكذا وكذا بتخرج الخريج بيكون وضعه ليه وضع معين يعني يقدر يشتغل جوه مصر يقدر يشتغل بره مم. مصر ده بينعكس بالتاكيد على اقبال الشباب على مثل هذه الجامعات طبعا يعني واضح جدا حتى من ارقام التنسيق اللي جايه لا في اقبال وده يعني مش هقول عامل مشكله بس عامل تحدي يعني وزاره التعليم العالي والقائمين على اداره هذه الجامعات ان هو مثلا عامل يعني امكانياته البشريه والماديه احنا طبعا يعني عشر جامعات ده رقم ضخم <applause> يعني أنت عاوز كادر كبير من من أعضاء التدريس والمعلمين والمدربين وأجهزة معملية الحاجات دي يعني استثمارات ضخمة جدا طبعا فأنت عامل حسابك مثلا أول سنة هعلم 20 50 100 ألاقي البرنامج جاي له 200 300 أه طب هعمل إيه؟ لا هل أحد وأوقف طموحات الناس طب يعني نزود الكادر ما ازود الكادر وازود الامكانيات ما انت عندك أوه. المكان ده بياخد مثلا 10 افراد انا ازاي عشان اخليه 100 يبقى لازم اخلي العمل يستمر اللي, شف... اللي فترات اطول والدكاتره بدل ما كانوا آه 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 انا ما عنديش دكاتره كتير ب... بعمل لهم حوافز عشان يجوا يتعينوا ازاي بيتم اختيارهم اصلا اعضاء هيئه التدريس طب دي نقطه مهمه جدا يعني بعتبر ايه ان شاركت في في لجنه قائمه برضو من اعضاء اللجنه في الاختبارات للدكاتره والناس المتقدمين، يعني طبعا اتعمل اختبارات اختيارات واختبارات للوظائف الاداريه العليا رئيس الجامعه ونوابه، لكن الدكاتره بقى، الدكاتره م. اتعملت على أكتر من حوالي ثلاث اسابيع اربع اسابيع يعني كان فيه ناس متقدمين للعمل. احنا طبعا بيبقى عندنا الحكايه مش مقابله شخصيه فقط تمام؟ بيبقى عندنا بوينت سيستم نظام نقاط بيحتوي على قدراته التدريسية واللغة والتواصل وكلام المعتاد ولكن برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد في تقييم المتقدم أنه فهمه للفارق بين الجامعة التكنولوجية وغيرها <applause> يعني انا ممكن اسال سؤال للدكتور متقدم اللي انت عاوز تشتغل مثلا انت خريج ولتكن يقول لي فنون <applause> تطبيقيه قسم مش عارف ايه وعاوز متقدم لبرنامج غزل والنسيج تفتكر مثلا ايه الكورسات اللي ادي اللائحه عندك وادي كورس معين هتدرسه ايه لو انت هتحط المحتوى في لهذا الكورس هتدرس ايه او بقى ما يقول لي نظريه كذا ونظريه كذا بعرف انه مش هو ده المطلوب احنا احنا عاوزين مهارات التكنولوجي وفقا بالتعريف في الصين وفي كوريا والكلام ده يحتوي على 60 الى 70% من المحت... من الاتصال مع الطالب بطريقه عمليه طب خليني اقطع حضرتك صبت. احنا قلنا ان في شروط معينه في عضو هيئه التدريس اللي م. بيتعامل مع الطالب الطالب نفسه انا عارفه ان السنه دي شكل المتقدمين او المتقدمين متقدمين من مدارس مختلفه ومن افكار مختلفه كان م. الاول محصور في اول سنه يمكن عن المدارس الفنيه ودلوقتي بقى في مدارس تكنولوجيه وفي مدارس لغات وعارفه ان آه. السنه دي كمان في متقدمين من مدارس دوليه تمام فيمكن اثنين متقدمين او ثلاثه حضرتك تقدر تصلح لي الرقم أي. فاحنا بنتكلم ان احنا بنجتذب شريحه جديده طبعًا. وبنكلم ناس مختلفه بتعليم مختلف التنافس والفرق في الخلفيه اللي ممكن تكون موجوده عند الطالب ده م. اعتقد هيثري كمان آه الشكل التعليمي اه طبعا يعني فعلا بيثري وبيبين ان ان التعليم التكنولوجي ليس قاصرا على فئه معينه لا. من الناس لا ده جاي لام كل طوائف المجتمع وده شيء جيد يحسب للتعليم انه خلاص بي بي ليه تاثير مجتمعي واضح جدا ان هو قائم بذاته له هويته المنفصله عن بقيه انواع التعليم هندسي او طبي او غيره عظيم في تخصصات جديدة شفناها في هذه الجامعات وفي تخصصات كنا بنسمع عنها قبل كده زي الحاسبات والمعلومات أيوة. ورجعنا سمعنا عنها مرة ثانية في الجامعات الأهلية أيوة. ودلوقتي في الجامعات التكنولوجية هل في فرق؟ اه في المناهج؟ اه طبعا زي ما قلت لحضرتك أول فرق إن في تصميم المنهج الجزء العملي يجب أن يكون في حدود 60 إلى 70% يعني وفقا لتعريف المقرر يعني الطالب لازم بيبقى طالع لما يتحدد الكورس ده يخرج الطالب من هذا المقرر يعرف المهارات الاتيه واحد اثنين ثلاثه اربعه بدرجه اجاده كذا مش هو ده قوي اللي موجود في الكورسات التعليم الع... الع... العادي يعني ويمكن احنا ما شفون... شفنا شفنا التجارب دي في دول اخرى في الصين وفي كوريا و, و... و... فعلا بيتم قياس مهارات الطالب بهذه الطريقه ان هو يفضل يعيد المهاره عده مرات لحد ما يتاكد من اتقانها قبل ان ينتقل الى غيرها. طيب عظيم، كده الدولة عملت تجربة وتجربة مهمة جدا اتكلموا عنها في 2017، 2019 دخلت الخدمة ثلاث جامعات تكنولوجية ووصلنا لحد ما بقى عندنا 10 جامعات تكنولوجية، ده معناه إن في إقبال، الجامعات موزعة توزيع جغرافي بحيث إن هي تكون موجودة في كل المحافظات ونقدر إن الطالب يروح لهذه الجامعات بسهولة. توصل كلمة إيه لأولياء الأمور دلوقتي وللأهالي؟ تقول لهم إيه؟ اه يعني طبعا الاهالي اقدر اقول لهم الجامعات التكنولوجيه دي لما نشات ما نشاتش من فراغ نشات عشان تسد حاجه فكلمه تسد حاجه يعني في فعلا حاجه وفي فرص عمل تنتظر ابنائكم لما يدخلوا هذه البرامج انت كل عليك ان انت تبقى يعني متفتح تفكير ما تحصرش تفكير ابنك او تفكير تفكيرك الشخصي في اختيارات ابنك وتقول له لا لازم تدخل الكليات التقليديه الاعتياديه لا ابنك انت شايف فيه وعشان كده بنختبر القدرات خلينا برضو نقول ان الكليات العاديه هي تخصصات وتخصصات مطلوبه ولكن الفرص فيها محدوده لانه الخريجين آه. كتير فالفرص فيها دلوقتي بقت محدوده ويمكن جدا عشان كده ذكرت في البرنامج بتاع حضراتكم كتير أو كلمه برامج ماشي الكلمات العاديه بتاعت اقسام الاقسام دي حاجات استاتيكيه ثابته دكاترة برامج تدريبية برامج البرنامج ده انا عندي احتياج لخريج خريجين مثلا في الاطراف الصناعيه او في السكك الحديديه قد مصر دلوقتي بتعمل كميات ضخمه جدا كبيره جدا في المونوريل وغيره محتاجين اعداد كبيره قوي في الجرارات والسكك الحديديه طب بعد سنتين ثلاثه خمسه مش لازم يبقى نفس العدد يبقى البرنامج الاحتياجات، احتياجاته او المدخل ليه من الطلاب يقل في الحاله دي يعني دي بقى البرامج شيء ديناميكي انا محتاجه النهارده افتحه مش محتاجه بعد كام سنه ممكن أغل... اقفله او اشيله من بعض الكليات حضرتك لو شفت العشر جامعات والبرامج اللي موجوده فيها هتلاقي مثلا بعض البرامج زي الاي تي مثلا او زي الميكاترونكس والاوتوترونكس وغيرها موجوده مثلا في خمس او ست جامعات من العشر بينما بعض البرامج زي السكه الحديد موجود في اثنين بعض البرامج زي الغسل والنسيج موجود في ثلاثه اربعه صناعه الملابس في اثنين المو... على حسب احتياجنا على حسب الاحتياجات مم. في المناطق الصناعيه بتخدم عليها الصناعات البحريه في شرق بورسعيد واحد وهكذا يعني. اكيد كل الشكر ليك دكتور احمد الصباغ الامين العام للجنه القطاع التكنولوجي بالمجلس الاعلى للجامعات نورتنا نفهم. وشرفتنا وعرفتنا الفرق. كثير من المعلومات شكرا الله جزيلا الله شكرا ليك شكرا شكرا.